مشاهدينا باستكمالا لكلامنا عن المحافظات بشكل عام سوف ننتقل وإياكم إلى زميلنا زياد الطويسي في البتراء. يسعد صباحك زياد. عجائب الدنيا السبع الجديدة. حقيقة مدينة البتراء بدأت ومنذ صباح هذا اليوم وكعادتها في كل يوم باستقبال زوارها ومحبيها القادمين من كل أنحاء العالم. وتشهد البتراء في هذه الأيام حركة سياحية نشطة للمجموعات السياحية من كل أنحاء المعمورة. طبعا البتراء خلال الأعوام الأخيرة بدأت تشهد تحسنا في أعداد السياح القادمين من كل مكان. هناك أيضا جهود مبذولة من قبل الجهات المعنية القائمة على إدارة الموقع في البتراء وعلى إدارة السياحة الأردنية بشكل عام، ما عزز حضور البتراء بمختلف أسواق السياحة العالمية. وللمزيد حول الحديث عن هذا الموضوع نرحب بعطوفة مفوض السياحة والمحمية الأثرية في إقليم البتراء المهندس ماجد الحسنات. مهندس ماجد، يسعد صباحك بكل خير ومحبة. صباح الخير أخي زياد، صباح الخير إليك وصباح الخير للسادة المشاهدين. زياد اسمح لي بداية أنه أستغل هاي المناسبة وأهني أنفسنا والوطن وقائد الوطن بمناسبة عيد ميلاد جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني. اليوم احنا يوم مميز، يوم عيد ميلاد سيدنا الملك عبد الله. باسمي وباسم مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء وباسم أبناء المجتمع المحلي للواء البتراء بنزف أجمل آيات التهنئة والتبريك لجلالة سيدنا بعيد ميلاده المبارك. نعم مهندس، يعني بما أننا موجودين في البتراء وهي مدينة السياحة الأردنية، يعني زارنا العام الماضي مليون سائح، نشاهد جهود عززت حضور البتراء على خارطة السياحة العالمية. بدنا مهندس نحكي عن إجراءات سلطة إقليم البتراء للحفاظ على مكانة البتراء على في أسواق السياحة العالمية وعن جهودكم أيضا خلال الفترة المقبلة. زياد، يعني زي ما ذكرت البتراء انتقلت بعام 2019 إلى مكان جديد. هذا المكان الجديد بتطلب منا جميعا كل الجهود الممكنة حتى نرتقي بهذا المكان ونستقطب زوار جدد ونريهم بالوجه الأردن الحقيقي. الأردن صديقي زي ما بتعرف بتكئ على رصيد كبير من الموروث الثقافي الاجتماعي الإنساني. هذا الموروث يحتاج إلى بعض التعزيز ويحتاج إلى بعض التسويق حتى يأخذ مكانته اللي بيستحقها على مستوى العالم. إحنا الآن كأردن أصبحنا وجهة عالمية يأمها الزوار من كل أنحاء العالم. رقم مليون ما أتى إلا بجهود كبيرة، جهود وطنية تشارك فيها الجميع، تشارك فيها القطاع الخاص، القطاع العام، المجتمع المحلي، كل فعاليات السياحة تشاركت فيها لحتى وصلنا لمليون زائر. وأنت بتعلم والقطاع السياحي أيضا بيعلم أنه البتراء هي أيقونة السياحة الأردنية وهي معيارها الرئيسي، وبالتالي لما تكون بخير القطاع السياحي بخير. الحمد لله البتراء زارها العام الماضي 1,135,000 زائر. هاي السنة بنتطلع إلى رقم مشابه وقد يكون أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الرقم بيحتاج إلى عمل. سلطة إقليم البتراء جادة هذا العام وبالأعوام السابقة على تطوير البنية التحتية وعلى عمل برامج جديدة وعلى استطالة فترة إقامة الزائر اللي فيها فائدة للمجتمع المحلي وللوطن أيضا. مهندس معلش، يعني تحدثنا، هل انعكس هذا الرقم على حجم الاستثمارات السياحية بالمنطقة على المجتمعات المحلية وجهودكم لتعزيز أيضا هذا الانعكاس وبالذات على المجتمع المحلي؟ نعم زياد، يعني لاحظنا بالآونة الأخيرة بالست أشهر الأخيرة اهتمام كبير من شرائح كبيرة من المجتمع الأردني بالاستثمار في البتراء. جتنا طلبات عديدة بالاستثمار بفنادق الخمس نجوم وفنادق الأربع نجوم، أيضا كان في استثمار محلي لفنادق ما يسمى بالشعبية أو الفنادق النجم والنجمتين. بنهاية العام الماضي احنا كان عندنا 2800 غرفة.
وزادت حوالي 400 غرفة. هاي السنة احنا ايضا جادين ان يكون عندنا 500 غرفة جديدة حتى نستقطب نقدر نستضيف كل الاعداد اللي بتجي. وبنفس الوقت عندنا خطة نطيل فيها فترة إقامة الزائر. هاي المنتجات الجديدة اللي بنفكر فيها بسلطة تقليم البتراء بالتشارك مع كل الشركاء القطاع الخاص والقطاع العام لحتى نقدر نطيل فترة إقامة الزائر أكثر من يوم وأكثر من ليلة، وبالتالي نستفيد من إقامته بالشكل الأكبر والمجتمعات المحلية أيضا تستفيد بالشكل الأكبر من الزيارة. تمام، كل الشكر لعطوفة مفوض السياحة والمحمية الأثرية في إقليم البتراء المهندس ماجد الحسنات، وإن شاء الله تحت ظل راية سيدنا تبقى البتراء دائما هي بوابة الأردن السياحية والحضرية ومدينة السياحة التي تعكس الوجه الحضاري للمملكة الأردنية الهاشمية، ويأتيها الزوار والسياح من شتى أنحاء العالم كل يوم. وعودة إلى زملائنا باستديو يوم جديد لاستكمال فقراتنا من البرنامج لهذا اليوم. زياد الطويسي من المركز زوار الفترة، شكرا كثير لك على هذا الربط المباشر، ويسعد صباحكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. والآن أنا وتالا رح ننتقل معكم إلى زميلنا رعد الرقاد، متواجد الآن في مستشفى التخصصي في قسم التوليد. طبعا منبارك لكل المواليد الجدد وأهالي المواليد الجدد، ويعني هم محظوظين أنه يوم ميلادهم بنفس يوم ميلاد جلالة سيدنا. منصبح عليكم جميعا، صباح الخير يا رعد. يسعد صباحك رعد. صباح الخير لك شهد، وايضا صباح الخير لكم مشاهدينا. اكيد اهلا وسهلا رعد، احكي لنا كيف الاجواء عندك بمستشفى التخصصي، وخلينا نشوف الاهالي ونبارك لهم، ارسل لهم كل تهانينا بمواليدهم الجدد. تفضل الهوى معك. شكرا شهد، وصباح الخير لكم مشاهدينا من جديد، وايضا كل عام وسيدنا بألف خير. وبمناسبه عيد ميلاد جلاله سيد الملك عبد الله الثاني بن حسين بتاريخ 3/1، حبينا اليوم نكون معكم من مستشفى التخصصي، نشوف المواليد الجدد اللي يوم تاريخهم بتاريخ ميلاد جلاله سيدنا الملك عبد الله الثاني بن حسين، وراح نتعرف على بعض الاهالي الموجودين والاطفال. صباح الخير ويعطيك العافيه. صباح الورد، الله يعافيك. تعرف عليك. محمد رواشته. محمد رواشته، يعني ما شاء الله جاك ابن جديد اليوم في عيد ميلاد جلالة الملك، يعني تشرح لنا كيف شفت الأجواء، كيف الآن فرحتك بهذا المولود؟ الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، ربنا وهبني بمولود بهذا اليوم بعد 10 سنوات، بعد طفلتين صبيتين بهذا اليوم الميمون، عيد ميلاد جلالة سيدنا 58. في شعور فرحة لا يوصف، بصفتي أحد أفراد هذا الشعب الأردني الواحد بتمنى لجلالة سيدنا العمر المديد والخطوة السديدة في كل جهوده في الحفاظ على المقدسات الإسلامية، وجهوده في رفع سوية المعيشة في الأردن بهذا الصرح المستشفى التخصصي بكل كوادره بكل الكادر الموجود. نتمنى له العمر المديد جلالة سيدنا، وأنا جدا فرح بهاي المناسبة بيوم يوم مولودي سليمان بمولد جلالة سيدنا، الله يطول في عمره ويسدد خطاه. شكرا أبو سليمان، يعطيك العافية وألف مبروك. ياك الله، الله يبارك فيك. شكرا. طبعا مشاهدينا الكرام من مستشفى التخصص في قسم الولادة الحديثة، أيضا تعرف على بعض الأهالي الموجودين. مرحبا، يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يعطيك. تعرف عليه محمود سالم. محمود جاك صبي اليوم. الحمد لله رب العالمين، سميته أياس بنفس تاريخ جلالة سيدنا اللي هو 30/1، فربي لك الحمد على هذه النعمة. الحمد لله رب العالمين. وجه رسالة وبطاقة معايد الآن يا جلالة سيدنا ويقدوم مولودك اليوم بتاريخ ميلاد الملك. أنا بوجه رسالة، وأنا كأحد أفراد الشعب الأردني فخور جدا في أنه ابني إن نفس مواليد جلالة سيدنا، ربي يحفظه ويديم ذخر لأن صقر العرب سيدنا، وربي يسدد خطى في المسيرة العطاء ومسيرة البناء في 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 المملكة الأردنية الهاشمية. ووجه رسالة للكادر المستشفى التخصصي ما قصروا صراحة، وشكرا لهم كثير. أوجه لهم أيضا كل الشكر، وأيضا نتعرف عليك. علاء زين العابدين، الحمد لله رزقنا الله بمولود سميته. شكرا عندي أخوي علاء. وهني جلالة سيدنا بميلاده 58 ونتمنى له طول العمر، والله يوفقه لقيادة الأردن
وبنشكر. بدي أسأل شعورك يعني بولود قدوم مولودك بتاريخ ميلاد سيدنا. أنا والله صراحة فرح جدا، ويعني تفاجأت يعني اجيت الصبح ومن الشغل وبيحكوا لي هيك، فكثير انبسطت على هذا. فرحتك فرحتين اليوم. فرحة كبيرة يعني الحمد لله رب العالمين. فالواحد يعني ما بتخيل. وبدي أشكر كمان بالإضافة إلى المستشفى التخصصي على يعني أساليبها وتشجيعها للرضاعة الطبيعية وكل شيء يعني. شكرا لكم يعطيك العافية. إذن مشاهدينا الكرام، هاي جولتنا كانت في مستشفى التخصصي زي ما تشوفون بقسم الولادة، يعني الولادة الجديدة زي ما احنا بنشوف بهذا اليوم بهذا التاريخ بهذه المناسبة بعيد سيدنا الملك عبد الله الثاني بن حسين. دائما بنوجه رسالة إلى سيدنا: سر يا سيدي ونحن معك وبك ولك بإذن الله ماضون، وكل عام وأنت بألف خير. الآن راح أرجع إلى شهد وتالا لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد.